يا لهوي امي تستعواقني يا اختي. دي بعدين اجيب لماما اللي يجيبها وقتها. يا بنت كفايه كده النهارده. لسه بدري يا ورده، يعني يمك معاها ساعه ولا حتى بتعرف المواعيد؟ لا كفايه كده بقى يا اختي. طب رايك جاي النهارده يا واد يا جدع؟ طب حصل يا واد لا تكون سبت على جسمي الشحم اللي في ايدك ده. كده على كيفك يا ورده. طب قوم بص بقى، لو في حد معدي يشوفنا وتبقى فضيحه. مفيش حاجة. بقول لك ايه، بكرة بعد ما نتجوز هيبقى عندك سرير ومرتبة. الصبر حلو يا وردة. صابرين. طلعت. ايه امك عيانة؟ امي زي الحديد، دي عايزة تجوزني. وعارف لمين؟ لعرفة مشاوير. الهلفوت؟ شفت الخيمة اللي انا فيها؟ وامتى حصل الكلام ده؟ النهاردة. قال ايه؟ بسلامته مستعجل. وامي مستنية مني الرد قبل العشاء، عشان كده انت لازم تتدخل. تدخل في ايه؟ ده عرف اهوت كويس. كويس قوي كمان. انت بتتكلم جد ولا بتهزر؟ جد طبعا. ده هيبقى زي الخاتم في صباحك. وايه؟ هنبقى حبايب برضه يا ورده. يا ابن الكلب يا خسيس يا وحش. برافو يا ورده، مش كده. انت عرفت اللي حصل بينا؟ اللي حصل بمزاجك وعلى هواك. على هواك انت؟ انت ما لبستنيش الا بعد ما حلفتلي انك هتتجوزني. هتروح من يمين الله فين؟ المحل لوحده وانا مش فاضي. وحياة امك ما هتفلت من ايدي.